تستيقظ المخاوف وتهرع قبلها الإشاعة ما أن يقع أي زلزال حتى وإن كان في كوكب آخر. سد الموصل طالما كان وجبة إعلامية دسمة لصفحات وجيولوجيين وباحثين، يعود اليوم مجدداً سيناريو انهياره وإغراقه مدينة الموصل وأجزاء من بغداد إلى الواجهة. حقيقة كل ما ذكر في تقرير الأمريكان الأخير حول انهيار سد الموصل، هذا الموضوع بكل تفاصيله بكل ما ذكر به لم يشير هذا التقرير إلى انهيار سد الموصل أو قرب انهيار سد الموصل، وإنما شار وربط الأحداث مع أحداث ليبيا اللي حدثت في الآونة الأخيرة مع السدود التي انهارت في ليبيا. من الناحية العلمية والحقيقية، وإحنا كإدارة مشروع كخبراء موجودين ومتابعين لكل أعمال سد الموصل، نقول بالحرف الواحد وبكل دقة وأمانة علمية أنه سد الموصل لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات سلبية تشير إلى وجود انهيار في سد الموصل أو قرب انهياره لحد هذه اللحظة. أرض المشروع الكلسية كانت لعنة ملازمة للسد منذ بنائه عام 86 و900 وألف وحتى اليوم، والتي أجبرت المتخصصين على إدامة أعمال التحشية على مدار 24 ساعة لضمان عدم تعرضه إلى خطر قد يكون الأسوأ في تاريخ البشرية. التحشية عبارة عن حقن مزيج من السمنت مع مضافات إلى داخل أسس السد أو لوجود فراغات في الطبقات الجبسية الناتجة عن ذوبان الملح، لكي نعوض هذه التكهفات بمزيج التحشية. وتبقى المخاوف كظل يلازم المواطن الموصلي ما أن تطلق إشاعة هنا أو ينشر تقرير هناك، فيما تغيب الحلول الجذرية لهذا الملف الذي يحمل عادة اسم القنبلة الموقوتة، أو في أقل تقدير لم تعالج هذه المشكلة بشكل حقيقي منذ عشرات السنين، فيما تتعلق حياة ملايين البشر بأعمال التحشية التي تجري هناك. كل سنة يعني نشوف نفس الخبر، انهيار سد وانهيار سد وكل شيء، السد مؤمن ومعلش الناس لا تخاف ولا تقلق ولا ايش. جزء بليبيا يعني بيها حروب ومشاكل وكذا، يعني الدولة ما مسيطرة على الوضع وصارت عندهم فجأة، واصلا يعني ذيك المناطق يعني الرمال يعني الارض مالتها تختلف عنها. من سد الموصل شمالي المدينة، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.